هل يجوز لي أن أصلي مع أن أصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس؟ يقول هل يجوز لي أن أصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس؟ لا بأس بذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لا بأس بذلك. نعم.